السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا أقال كصومالي هذا آدي هذا السلامية مقاعد قوة زكريا عمر قولت كسو دوادة تشانال كينا هذه آتكو عصوب تهي أو صاحب عصوبة تهي كسو دوادة تشانال كان أركمو لاك دنسار هذه أصحاب هرعا كمي تهي أم صاحب كي هرعا كمي تهي مليامات جير أيانكو مهد عدينيا حبكو ونكسان آينا لصعوتو شاكدين عوان كيدا ما أنتو حكوسي أبسن يهي سدح دبا سدح دبا أياكو هيستا أما سدح أياكو وضا هيستا تلالا ريركا وحيكو وناكسنتها إلا وضا تشتو ريركو وحيكو وضا وناكسنتها إي وناكسنتها مروالبو إن نينكا إي أفاديسا أي وضا تشتان هديئو نينكا أما سجبدا كليا أي تاليسو قول لما وضا قارايو هدانا وحاجرا إن هوشا إي تلالا قاركود أي أكلا قيب سيهين نينكو أولايا هاي مامولكا قود مامولكا قود أولايا هاي نينكا رقا قبادونا أي لاذا هاي بربارين تا أوبادكا عرورتا نقالها هوسي أي لاذا هاي إن لابا قيبود لوكلا قيبين آيو نينكا رقا نا أولايا هاي مامولكا قود إن أوسو شقيا عيالكا وحبرشادو دا أوبحيو إن لعاقيه كلايتو قرشاته كلايتو أوبحيو هاوين إذنا أما فدي سنة أي بحسو أي كود داشو بربارين تأوبتك وحسو صارك تييسان يدقالها حوسي أي لاذا هاي هادبا وحا جري جري نين قبي قبر كاليغة تاليساة أو قبدا أي مروال بقوريغة تارين جرتي نين عناوين مقلي جري وحكستا أو أي تيرادو كمانا أو جيرسان جيرين كمانا او تشان جيرين وحوال باو ناكتيسا تاليسو ناكتيسا او تاليسا اهي او وحوال باية فكرة دا اي كانت او قادين جيري كما او ليحان جيرين وحوال باية او شاكتو مدفرة بادان اي سيداس اهيد الله سبحانه وتعالى موسى سينين اوباد اسمهلين اوباد اهد افرة بادان مدبادان مركز قبين سنظفرة بادان مركز قبين كدب الله سبحانه وتعالى قعنتي سآد اي او وينتهي آد اي او بلارنتهي الله سبحانه وتعالى وحا او سيي ويل آد او قروح بضان اي او سيي شكرا يا حمد ننكي يا فدي سي كدف ننكو وحا او لها بير آد او وين او وبي لنا عطالو بير آد او وين ايو لها او لنا عطالو حول النولنا waxa uu ka heystay xoolo noolna waa uu heystay waxa uu shaqeyn jiray nin beerta iyo xoolahaaba aad u yaqaan isagano aad ayuu u jeclaa ninkaasi u shaqeynayo shaqada waxa uu dheereed ninka shaqaalaha ahaa isaga oo wiilka yar ciyaarsiin jiray wiilka aadka u quruxda badnaa aadka u adgoonka badnaa aadka u wanaagsanaa ciyaarsiin jiray oo mararka qaarna wabiga ugu soo meeri jiray mararka qaarna wabiga dhexdiisa kula dabaalan jiray ninkii shaqaalaha ahaa oo cidoo dhan aad u jeclaayeen ninka uu jeclaa afadiisa ay jecleen cunuga yarna uu mar walba ugu dadaali jiray dhan walba ugu dadaali jiray dadaal fara badan iyo juhdi badanna ku bixin jiray ninkii reerka aadka u jeclaa maalintii dambo ayaa ninkii reerka lahaa ayaa ku fikiray in uu ninkii shaqaalaha ahaa uu xaas u guuriyo uu u guuriyo gabar si aanu ugu tagin oo u guuriyo ninkii ee aadka u jeclaayeen reerku cunugii yaraa jeclaa afadiisii jeclaa ninkii reerka ama odaygii markaa xaafadda talinayay oo hantiilaha ahaa beerta weyn lahaa ayaa waxa uu go'aansaday in ninkii raa in uu ninkii shaqaalaha ahaa u guuriyo xaas uu u guuriyo si uu xaasle u noqdo uusan uga fogaanin oo mar walbana xaafadiisa u joogo waayahay ilaa haddii uu ka taga xaafadda dan uguma jirto ayagana shaqaala la'aan ayaa ku dhacayo ninkuna goortuu dantiisa u gaaro wuu baxayaa sidaa darteed ayuu xaaskiisii u sheegay xaaskiisa oo talisa aheyd
أمر كذا كلية جري أيو تلذي يفكر كي أشاغي سيدا درتيد أيو حاسكي سي أشاغي لكن نسيب درا آد أوين لكن نسيب درا آد أوين ناكتي سأيا فكرتي ناكتي سي أيا كخلافتي أو أفكرتي دنكلا أو أن ونكسنين دنكلا أو أن ونكسنين أي حاسكي سي أفكرتي وحا أين سوجي دي سي فكرتكلا أو أه ننكا إنيسان أقورنين ننكا إنيسان حاسن أقورنين أيس ننكا حافظة أجوغو ولغيسن أي كتغير ننكي وحا أسوجي دي سي فكرت وحا أي دهدي ننكاني من اللو قورنايو حافظة ولغيسك متغايو ونقنايا نن حافظة جوغو ريركي waxa yeelayna markii ay ninka ay naagtii taladaas ay keentay ada ayaa odaygii la yaabay odaygii ayaa yiri oo waa maxay fikradaas waxay tiri waxa waan tumeyna ninka waan tumeyna oo waxaan sameey waan tumeyna oo ah ninka in aan soo qabano ayaan xiniiniyaha ka tumeyna ragnimadiisa ayaan dhaafsiineyna odaygii ayaa xanaaqay oo wuu yaabay odaygii wuxuu u yiri oo ma sidee ayaan sameynaa xaaskii ayaa waxa ay tiri rag kale ayaan lacag siinaynaa rag kale ayaa xoolo iyo lacagba iskugu dareynaa waxaana leenahay ninkaas habeen saqdhaxa inaa u timaadaan xiniinyaha ka tuma biro kaga tuma si ninkaasi weligiis dambo uusan u damcin gabar uu anagana nala joogo uusan naga tegin uu iskaaga shaqaysto ninkii ayaa la tumay ninkii kolkii la tumay ayuu taladii ku cadaatay uu ogaaday sheekadii waxa uuna la yaabay wanaagga reerka uu u qabay wanaagga reerka uu sameynayo mar walbo iyo sida ay ula dhaqmeen isma wareerina ee wuxuu taladii galay waxa uu tala qaatay siduu arinta ugu aarsan lahaa raggii naagtii iyo xaaskiisii kolkii uu bogsaday uu caafimaaday ayaa isagoo dul ku fekeraya mar walba oo beertii si fiican ugu shaqeeyey macnaha beerta ayuu soo jiidasho ayuu sameeyey isagoo la dilay ayuu beerta si fiican oo wanaagsan uga shaqeynayo waxay sidii ahaataba maalintii dambe ayuu wiilkii yaraa qaaday si uu wabiga ugu soo meyro cunugiisii uu wabiga ugu soo meyro oo ula soo dabaasho ninkii shaqaalaha aad ayuu u fakaray nin wuxuu ah aad u degan u xariif badan shaqaysan yaqaano fikrad badan yaa qorsho fara badan qorsho leh markaasi uu wabiga uu dhex tagay wabiga ayuu tagay la dhex galay wiilkii ayuu qaylo ku dhuftay hal mar odaygii iyo islaantiisii ayaa qayladii soo maqlay oo soo yaacay oo yimi webiga qarkiisa ninkii ayaa hadlay oo yidhi wixii aad igu samayseen soo ma ogeydeen inaa xaniiniyihii baasiiseen biro aa igu tunteen rag aa lacag soo siiseen xoolo aa soo siiseen hanti aa soo siiseen si aa ii dishaan wiilkii ayaa webiga kuri wiilkan ayaa webiga ku ridayaa islaantii iyo odaygii baryo ayay galeen war wax walba waan ku siinaynaa hantideena oo dhan aan ku siinaynaa dad badan ayaa hareeraha imaaday oo qayladii ku soo baxay raggii iyo islaantii oo raggii iyo ninkii oo webiga xaaskii kula jira markaasu wuxuu yidhi aniga keliya waxaan ku qancayaa aniga sida la ii tumay oo xiniiniyaha laiga tumay biraha laiga tumay sidaasoo kale in odaygan xiniiniyaha loogu tumo markaas ayaan badbaadinayaa cunugan habartii ayaa mar labaad talisay oo waxay tiri war nin da ah oo weyn ayaa tahay ee istun ninkii ugu dambeyntii warka ayaa ku cadaaday oo wuu istumay kolkii odaygii birta laga qaaday oo la tumay kolkii birta laga qaaday oo la tumay ayuu ninkii wiilkii biyaha la dhex quustay wuxuuna ku tuuray webiga guntigiisa wuxuuna soo baxshay wiilkii ayuu guntiga biyaha ku dhex tuuray wuxuuna yidhi odayow saddex ayaa maanta ku haysata kow adigoo lagu tumay labo anigoo kaa tagay saddex wiilkaagii oo togii liqay waana
uu iskaga tagay